مرحبا. شلونك؟ ايش عم تعمل؟ والله ايه قاعد عم بعلم الناس شو يستخدموا الكاميرات. كيفك؟ هذا ما عشان صورك؟ مرحبا. هذا اللي الحمد لله. باي باي. اذا الاحمر على هذا مرحبا. مرحبا. ما اسم صوري؟ الحمد لله. فيني صورك؟ يعني بعد اذنك اذا ما في مشكلة. السلام عليكم. كيف وضع الكامبون؟ كثير سيء. ليش؟ كثير سيء. يعني؟ ما بيتاكل. الشرب ما بيشرب. يعني بتمنى نطلع على المانيا نقعد بامان. وحتى يعني هون في شوب ولا لا؟ شوب شوب ما بعرف. فرجينا وضع الحاويات. يعني في وسخ؟ معلش فرجينا وضع الحاويات وين الحاويات. شوفي شوف الوسخ. شوفوا هي يعني والله يعني والله العظيم مو امان. يعني والله العظيم مو امان. بتمنى نصير دكتور ونطلع على المانيا. والله ان شاء الله قريبه. ان شاء الله انا قريب بشوف المانيا. يلا اخي تريد شيء؟ لا. قد عمرك؟ 11. ابوكي وينه؟ ميت. مش اطفال له؟ 3 سنين. وامك؟ امي بالخيمة. حابه الاكل؟ حب الأكل؟ لا. طيب جبتوا العشاء؟ لا لسه. تيجي تشوفي لنا شو الأكل؟ أنا لازم نصوره مشان ما ننشره. إنه شو الأكل عم ياكلوا السوريين؟ بعد يا حمودي بعد. شلونك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله. شلون اوضاع؟ الحمد لله. ايه شلون صحتك؟ منيح. شلون الجو هون؟ والله هون الجو بخرب. ليش؟ ليش يعني الجو هوايات حلوة وما في شيء. بس يعني الحاويات مش يعني ما في بيئة. جو كويس بس في أمك مظبوط. ما هون يعني الأكل حتى مو كويس. يعني الأكل ليك الأكل قديش يعني مكروب هون؟ ليك كرتونة الأكل مكروبة هون؟ ليك يعني العالم هون مو كويس. يعني كل واحد بيمرق ما بيقول السلام عليكم. بضل عامل لي هيك. كيف العدوان؟ زفت. أسفل بالنسبة بي. أكل زفت.
معاملة زفت. شلون الأكل؟ ما بقول لك الأكل زفت. تريد النوم مي باردة ما أبي، الشوب أطفال شوفت عينك زبالة بالزبالة، احكي يا محمد. بدي أحكي تحكي لو اللي حكيته فيك. كل شيء زبالة. شلون المي هون منيحة ولا مو منيحة؟ اللي عايش بألمانيا أكوى السنين. احترام أقل شيء لا يحترمون ولا شيء أشياء. هذا الأكل. عجبك عجبك، ما عجبك زدته بالحاوية، أقول لك إيه. هاي هي وسخ التواليت، ما في مي ولا في أضوية ولا في تعلقات، مي ضعيفة. هذا هو وضعنا ونحن لازم نتحمله. الخيام الحارة، هذا الخلق هون، هاي سيارتي، هاي أنا. هون نحن نلعب، هذا أول محل نلعب في يوم النام عشان الشمس، عشان الشمس. ودينا بتجي صار لها 15 يوم ما بحولني على المستشفى، إيش أسوي؟ وأنا ثابت. افتحوا لنا الحدود. إيش أسوي؟ افتحوا لنا الحدود؟ إيه؟ افتحوا إن شاء الله وقابلني إن شاء الله. روحي خلاص. بركوا بركوا يلا بركوا يلا سووا لنا فدية بركوا بركوا يلا قولوا نحن ما عندنا تعيم نحن ما عندنا أكلات قولوا ما عندنا أكلات قولوا إذا تقولوا لنا تعيل هون ما عندنا أكلات ما عندنا مشويك ما عندنا أكلات ما عندنا مشويك ونحن ما بطلوا علينا لا أنا عندي ما عندنا أكلات ما بجيبوا لنا موز ما بجيبوا موز ما بجيبوا لنا عندي موز حصاد ده نزل كبير عندك موز عندك مشويك لا عندك مشويك لا ما عندنا حضنا حالي والله لا يوفقهم هلا يعني انتوا هلا محرومين من كل شيء تعالوا هون بركوا يلا ايه ما عندنا اكلات مشويك ما عندنا يا حرام صحفيه عندنا صحفيه يا حرام يا حرام يا على قلب ان شاء الله ايه 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 فطوم ايه فطوم ما عندنا اكلات اي والله ما عندنا اكل كلنا نشتري من البحر نروح لاخر الدنيا يا حرامي على قلب ان شاء الله هذا ابو ميت وهذا ابو ميت وانا امي ميته وابوي ميت ونحن جنس الاولاد ما بنعرف الموز من ست شهور يلا الله يرحمه ونحن جماعه سياد الارض يلا الله يرحمه يحكي لنا معنا احكي اتصورنا اتصورنا احكي قول لنا اللي معنا مسويين احنا ما عندنا اكل ناكل بس عندنا اكل بأرجل. ايه بتجيبوا لي اكل بأرجل. يلا 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 بعين الله يلا بعين الله. شي خبز معفن. ايه. يلا بعين الله بعين الله يلا. مشي حالكم مشي حالكم. الله يسامح صوري لي حباي صوري لي علي بس جنب الزباله. قوموا اقعدوا جنب الزباله مشان يفكروكم انتم. خلص صبرنا يا حمودين خلص باي شكرا الله ألمانيا الصور على الذي عم بجدة يلا باي شكرا لكم بعتي على الذي بعتي الصور هذول الشرير على الذي يلا شكرا لكم ايوه دخيل الله فطوم الله فهيم فطوم يا فطوم انت صحفية خالص يا ما بايك تتضارنا صوري مرحبا الحمد لله شلونك انت؟ منيح شو هاد اللي عم تلعب فيه؟ كلب فرجيني شو عم تلعب فيه؟ حلو كثير مبسوط انت هون بالكلب شوي ما حموده يعني مالك مبسوط بالكلب مبسوط بس هيك الاكل مو طيب كثير الاكل مو طيب ما طيب انت شو بدك تصير لما بدك تكبر شو بدك تصير لما بدك تكبر بس زلمه 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 وسيد رجال مو؟ يلا يلا بدك شيء؟ لا
السلام. مرحبا أديبة. لا ما لا بالمدرسة. مرحبا أديبة. أهلا. شلونك؟ الحمد لله. إيش عم تسوي؟ عم بشرب مي. تسوي مي؟ حاضر. اليوم انبسطت بحصة الموسيقى؟ كثير ما؟ إيه. طيب من وين أنت طلعانة؟ من سوريا. سوريا طيب. من سوريا؟ من عفرين. أنت لوين بدك تروحي؟ على ألمانيا. أنت على ألمانيا، بتحبي الكامب هون؟ لا ما بتحبي ليش؟ كله وسخ ما؟ طيب شو بتحبي تحسي بالكامب؟ يعني ايش بتحبي تحطي؟ انه ما يكون في خيام. ما يكون في خيام، طيب شو بدك يكون في؟ بحب مو متعودين كثير على الخيام، متعودين على بيوت انه ومو متعودين على هيك قاعدة، وقعدنا منيح كانت قعدتنا سوريا، سوري الساعة الحرب الساعة أحسن من هيك. ايوه الحرب يعني أحسن من هون، العيش هون. ايه وانتي شو بتحبي هون تحسي الكام؟ شو بتحبي تحطي الكام؟ هذا الخيام خلي يجيبوا كرفانة. كرفانات احسن ما؟ ايه كرفانات احسن. طيب بتحبوا هاي المدرسة؟ ايه كتير كتير، ما بتستلوا فيها بتنبسطوا؟ ايه. طيب ماشي، يسموا ايديكم باي. هاي اوضاع الكام. حمامات، مغاسل، الشجر، العالم حيطة خيام تحت الشجر عشان الشمس، واليوم عم تنزل مطر، يعني صار له زمان ما نزلت مطر، بس اليوم غريب عم تنزل مطر. هاي المراجيح، هاي المراجيح، لا طبعا المراجيح اللي بدها تتسلى فيها، تطلع فيا المراجيح. هاي المراجيح، هاي برات الكوب. هلا بنشوف الخيام كيف على حيطة في الغسيل الخيمة، كيف على حيطة في الغسيل على الخيمة، كيف الغسيلة الشمس عم تنزل طبعا أكيد. أوضع لكم هاي الغسيل اللي أنا بتمسكوا إيديها، أنا بقيت تحت الشجر تحت الشمسيات. اليوم حفروا حفر بالارض مشان انا اعملوا شمسية للكم مشان الشمس والمطر. هاي الزبالة، حلات الزبالة، طبعا نتمنى ما حدا يكب الزبالة بالارض مشان طبعا مشان ما تتوسخ الارض، تتوسخ الكم بتصير في جراثيم. موضوعنا اليوم نحكي عن الولاد، عن الولاد شلون عايشين، عن الولاد عايشين حالة مأساوية. مرحبا شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ شو عم تسوي؟ ليه قاعد على الأرض وسختي ثيابك؟ دنيا مطر، قومي روحي على الخيمة. يلا يلا. هاي الولاد، الولاد أكثر شي عم تعاني الكم تحت المطر، بيمشوا بيقضوا شغل أهلهم، يشربوا مي، يعبوا مي، استخدموها. هاي أوضاعكم، أتمنى
نتمنى انه يكون في شيء جديد. طيب احنا هون قاعدين بالغرفة عشان الشمس والمطر. يلا مرحبا، من وين حضرتك؟ سوريا. انت حاليا مقيم باليونان؟ لاجئ باليونان. لاجئ ماني لاجئ، بس حاولت اعبر مع الشباب. طيب تحسن ان ايش الاسباب اللي خليتك تطلع من سوريا؟ كثير. اول شيء كنا عايشين امان، يعني عم نشتغل الحمد لله، عايشين وكنا وولادنا بالمدارس امور جيده. فجاه صارت مظاهرات، ناس طالبت بالحريه، النظام صار يسمع المظاهرات، صار دخل السلاح بيناتهم، تطورت الامور، صار القصف، صار الغلاء، صار كل شيء مفهوم. ما بقى نحسن، ما في امان، عيد لا بنحسن لا بامان، لا بنمشي بامان. تركنا بيوتنا وطلعنا من سوريا، بدنا نطلع مكان امن نعيش فيه، نربي اولادنا، نعيش حياتنا، يأمنوا مستقبلهم. يعني سوريا ما عاد ينعش، نتأهل اضطرينا نطلع. جينا على اليونان على اساس نتابع او نسفر الفلوس. وعم نستنى، سجلنا بالمنظمة عم نشوف. يعني انت سجلت الدول اللي بدك اياها؟ ما سجلت لسه، ما في سكايب ما بيعلق. وسجلنا عملية ما قبل التسجيل الصورة، عم ننتظر شغلة طويلة وما بنعرف بالضبط صحتها شو النهاية، ما بنعرف شيء. أوضاع سيئة جدا جدا. يعني هذا الكامب ماشي حاله كويس ولا ما انتم مبسوطين فيه ولا يعني مرتاحين؟ كم عادي، خيم وتحت الشمس والمطر والتراب وكل شيء، يعني ما في شيء، ما في شيء. يعني ولا 1% للانسانية، ما البشر هيك ما تعيش، هي ما هي حياة البشر، ما هي حياة البشر. انت هون معك زوجتك؟ معي زوجتي وخمس اطفال. خمس اطفال. وين حابب تطلع؟ اين دولة؟ والله انا كنت بفكر اطلع المانيا، اختي وهنيك اولاد اخوي واختي، يعني تكون جنب بعضنا. ما صار مجال حتى الان ما بنعرف. طيب هون بالنسبة للكم في شغلات بتحب تكون موجودة تستعملها أو اللي بحب أنه نسافر من هون؟ لأنه الوضع سيء، يعني ما في شيء، لأنه ما في شيء جيد من كل شيء ولا واحد. وإذا ما بيسافرونا يرجعونا على سوريا من تحت القصف نموت أشرف من العيش العاشي. طيب ماشي، الله يعطيك العافية. الله يعطيك. شكرا لك. اها ساخنة مشان هيك ما عم ياكل. هاي الولاد الصغار عمرين العاب صغار. تمشي يا تيم، انتوا وين؟ انتوا وين كنتوا؟ كده من الغابة. ماشي يا تيم. شلون طلعتوا؟ شلون طلعنا؟ ايش عارف اللي؟ شلون طلعنا؟ شلون طلعتوا؟ ايش طلعتوا؟ شلون طلعتوا؟ طلعنا والله من الغابة لا طلعنا لا اشرح لي شلون؟ شو قعدتوا في تركيا وشلون طلعتوا؟ رحنا نحاول طلعنا تغريب على تركيا، بعدين طلعنا بس خلوا عبادة، بعدين تقربنا وعمنا وصلنا لليونان.
أبي أطلع البر. هلا الحالة هون شلون؟ ليش عم زبالة؟ وش يعني زبالة؟ اشرح لي. قول ما في بيوت، ما قالوا ما في بيوت، ما في كله خيام. عروبة ليش بيجيك هوا وما بيجيك تفتح الشباك، وما ما بفتح الشباك هيك بتنوم كله هيك هيك بصير. ما في مطر؟ ما في. ما في ما في شوب؟ شوب في. ليش عم بقول لك شيء ثاني؟ هاي مدرسة جفرة. هاد بيتي، هاد أبوي، هاد هون ماشي، هون غرفتنا، هو غرفة النوم، هو غرفة أمي، وهاد غرفتي، وهاي غرفتي ماشي. حلو هذا ما حلو؟ طلوا هلا أشوار، حلو برا شايفة طل الشمس، ما أحلاها الشمس مو صح؟ والله الأرض ما أحلاها. يلا سلام إلى الوداع. أفخر شطوب بركالو على هذا السي دي كتير كتير، والله مشتاق لكم نحن كتير، بس نزلت على المخيم ما بنساكم. يلا سلام لكل العالم، كيف عم يشيل الأغراض وعم يتعتروا. بس عنا هاي هريسة، هون بدهم يعملوا لنا برادات مي. لكن لسه ما خلصوا، ما عاد عنا حنفيتين مثل ما قلت لكم، هذيك احنا فيها ولك هذيك الثانية، وما عاد عنا هاي اللي قلت اللي زعلت. السلام عليكم، انا اسمي عبد الله عبيد، اصور هاي الوسخة بكم.
مرحبا أضانا تفرج، هاي الزبالة من شهرين ما بيجي الزبالة، ما حدا بشيله ولا حدا بقرب صوبه، لهلا الزبالة موجودة، كل شيء أكل بكبه، كل يوم كل يوم بكبه الأكل، تفرج شفتوه؟ والشارع كله وسخ بقرف. يا اخي عم هيك كل شيء زباله، كل العيش زباله. مرحبا اليوم نحن ما كنا نصور الكام، والان ليان بدها تصور الكام عشان تشوف شلون شرح الكام، شو عم يساووا، شو عم يضبطوا. هاي اليوم صورنا اول مشروع، بدها يصورنا ثلاث برات. عفوا انا وقفت هاي، بس هي خربطت وقالت لي انه بس هي اسمها لين، للاسف هي ما عرفت شلون بدها تحكي. اسمها ماليا. بدها يا حبيبتي لين جد قال بدها تشوف الكم صوره وهيك، وعطت للاولاد كاميرات وهيك شغلات عاملك عشان الاولاد يشوفوا حياته. وهي برادات وخسالات. امشي. وهي كم اليوم ما جابوا لنا اكل، اليوم ما جابوا لنا اكل، واليوم بس اكل بس ما يعطونا، واليوم كنا جوعانين وجسوا دعونا خبز وجبنه وبردقان، وهو اليوم هلا بالله عم يطبخوا لنا جفره، وتوريكم باقي الاشياء. الكم هاي التواليتات، هاي التواليتات والحاويات، منطقة التواليتات، وهاي الشارع اللي بنمرق فيه، وهذا الملعب، ملعب هاي الحاويات القديمة، وهذاك الملعب، ملعب يلعب فيه العالم. شباب اللي بيلعبوا ولا صغار؟ صغار شباب عادي. هاي الخيام، وهاي الخيام هيك، وهاي درج فوق، هاي حمامات، وهنيك هاي غرفة الشحن لهذا العالم، لأنه مو في شوب كتير بالنهار يجي هذا العالم بالخيام الصغيرة. بس مو مبين هاي غرفة الشحن. بتشوفي من هون، هون يعني في غرفة الشحن. ما تتعالي. وهاي الأكل بس عندنا هون، هون توزيع الاكل. بس بتقولي ما جابوا لكم اكل؟ ايش ما جابوا لنا اكل؟ عطوا. مرحبا. جايبين اكل ما بيتاكل، عطوا بيجيبوا لنا اكل ما يتاكل. عملوا اعتصام مثل الادومينيا. ايه. وما خلوهم يفوتوا الاكل. ما فوتوا الاكل، عملوا مشكله. وهي هون هيك الكم، هاي باب الكم. ايه وهي المخاسه، وليكوا القرف بالارض. والعالم هاي. طلع العالم على القرف. يا اطفال هلا انتم هون عاجبكم كامب؟ ايه كتير جعان. اليوم جفرة، اليوم جفرة، يعني لو ما جفرة جايبت لكم الاكل شو كان صار فيكم؟ والله مثل من الجوع، بس جفرة كثير ما وما في فيهم خير، يعني كثير كابه. لو ما جابوا لنا الاكل كنا ما مثل الجوع. على هالعيشه اللي عايشينها، وين انتوا عايشين؟ قلب غابه ولا شو؟ قاعدين تشوفوا الشمال. تشوفوا الشمال هنيك عند الاطراف، شوفي تشوفوا الشبك، وهيك نحن قاعدين بقلب غابه، غابه فيها حشرات ودبانات وكل شيء، يعني ما بنخلص ابدا. يا الله ايش نسوي، ايش نسوي؟ هيك الله كاتب لنا. شو اسم الغابه؟ غابه الحياه، غابه الافاع، غابه الافاعي هيك عرفتها. والله الكم كثير سود من وراها. اذا شو شكلها؟ حموده عاملها بدل الملعب، عم يجر الولد. والله ايه والكم كثير منيح. هاي هيك وصل للشجر والشبك، كنت لك جعفر وصلنا هاي مدرستنا، هاي مدرستنا ندرس فيها، هاي مدرستنا. وضع مين بيني؟ شوف المخاسي. ورح نروح على عن جفرة. هون هاي عن جفرة، هاي هون اكثر محل فيه امان. جفرة
الجفرة. هاي محل الجفرة. تعال شوفي برا الكام. يا حرام شو هلا ايش العايشين؟ ما بصير هيك. ما في يو ان، ما في شيء انه يهتم فيكم. ايش شكل العالم؟ فينا نطلع هون برا الحديد شوي؟ يا الذئب. ها 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 الذئب ينافس حبيبي. الذئب ينافس. ها 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 لك يا ذئب. يا حرام يا ذئب. عن جد ذئب. يا لك تعال شوف الذئب. لك شوف الكلب. كلب بس ما بتبين. وهلا ما نزل. شوفوا النار بيطبخوا هون. العالم بيطبخوا. هاي انا هلا مطبخ. كمان دائما هيك بتصيروا بتسووا فينا. كل هذيك المرات احنا وقفنا على الدور طلعنا هيك لقينا على الجبل كمان اسد. ما بتصير هيك. كل شيء بتصير. حرام. احنا ما لنا انسان مثلنا مثل العالم. هذا اوروبيين احسن منا يعني. طالعين عرب احنا على اساس مو طالعين لعند الذئاب والذئاب والله الكلاب عايشه. الصرصور ما بيعيشه. اهلا عايشه. الكلب متكرم احسن منا. احنا عايشين بخيام. الله لا يسام. الكلب قاعدون ببيت. شلون احنا قاعدين بخيام؟ الكلب قاعدين ببيت. فهموا مو حرام. تعالوا تعالوا شوفوا هيك الناس. طلعوا طلعوا هذاك كيف قاعدين. مو حرام. ابتسامة ما عنا حتى نسمع. ليش هاي البصانة؟ يلا يلا تعالوا تعالوا مو من هون. تعالوا صوروا البيت. العالم عم يبكوا. لك 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 صوروا البيت المهجورة. تعالوا صوروا البيت المهجورة. لك 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 امشي صور البيت المهجور. امشي. العالم ياخذوا هذا. العالم حسن. العالم بيجيبوا خيمتهم يفوتوا على هذا البيت بس ما بتبين. حيا كده كده. حيا كده. حيا 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 حيا. شفنا هربنا منه. هذا الدكتور. طب لك الدكتور جدعنا بلا ما امتع كبتة. قنبلة كمان. ناج شو نعمل؟ شوف الزبالة. شوف الزبالة. شوف عم يعملوا خصالات وبرادات. شوف الوساخات. شوف شوف الكهرباء. فينيش. شوفوا الزبالات. شوفوا 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 الزبالة بس ما بتبين. بالصبح بالصبح نصوركم. شوفوا الزبالة. مرحبا. ممكن نصور نحكي معكم؟ طفي الكاميرا احسن ما يجيك الساعة. طفي انت وكاميرتك من هون. طفي طفوا الكاميرا انتوا الاثنين. طيب ما بدكم راحتكم. امشي 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 معي. يا حلوة. فيني اعمل معك مقابلة؟ انت هون مرتاح بالعيشة؟ مرتاح؟ لا. اذا قلت مرتاح ما بتصير. بس انت ما بتصير تقول. طيب لا. ليش لا؟ شو صاير؟ انت هي اللي امك ولدت هون؟ الله يعينكم. امشي.
كمان هذا الولد صغير من هلا متهجر ابوه ميت حرام ما بصير هيك كمان ما بصير لو ما بيحكي تليفون رح نعمل معه مقابله وين كنت بسوريا بادلب شلون طلعتوا تهريب شلون يعني اشرح لي اشرح لك ايوه اولا اجيت انا قعدت مع العسكر فتينا دق شدي ضلينا نلعب بشدي لتاني يوم الصبح طبعا مع عرق وبيرة ويسكي بعدين عطيتهم 100 يورو وطلعنا وهذا لك انت عم تحكي وروحك مرات عامل لك مرحبا تمام شو اسمك شو قد عمرك فينا نعمل مقابلة معك نعم طيب انت ليش طلعت من سوريا طلعت من سوريا لعطب في حرب الجزائر رأيك انت هذا الجو انت حلو هذا الكامب عجبك عجبك اكله لا طب حبي جفرة نعم هلا برأي جفرة كان عم يعمل شي حلو ولا كتير بايخ او مش عمال حلو لا لا كتير حلو حبيت الاكل اللي عم يجيبه اليوم لا طيب ماشي كم اخ عندك خمسة الله يحميلك يا هون اصغر الشيش ادمرهم خمسة الله يحميلك يا هون هلا انت حابه شيء بهذا الكامب لا حابه مدرسه في كله راح صار لان او يعني شو يعني حابه مثلا مثل شو يعني شو الشغلات الكراهيه انه ما بتحبيها ابدا الزبالات احب في امراض هنا كثير كثير كويس في دكاتره ولا لا في حياة لا. يعني مبسوطة بخيمتك انه انت قاعدة بخيمة ومستخلة انه قاعدة بخيمة مين عندكم هاي المدرسة؟ يعني انت هلا انت مبسوطة بالمدرسة؟ مبسوطة بالمدرسة؟ كثير يعني شو عم يلعبوكم؟ لا بس بيجوا؟ ساعة تسعة بيجوا؟ علموا للصغار ساعة عشرة شو بيعلمون؟ انجليزي وعربي انجليزي وعربي ونحن كان ساعة عشرة منروح بيعلمونا عربي وانجليزي مين بيعلمكم؟ سوريا شو اسم الشركة يعني اللي بيعلموكم؟ شو اسمه؟ جفرة جفرة مدرسة الشهيد أمي يعني احنا نمناح يعني بتتصرف معكم؟ مالير عم يعطوكم لبس وهي؟ لا انتي هدول جداد ذكي هدول ما بيعطو فكرت ميت هذا كنت أطلع اليوم اجوا العالم جديد وما قرفين الله يقصف عمرهم الهي بكرة بكتبوا لحالهم الله يقصف عمرهم والله لان اتفق هلا بنت جديدة اجت عم اش قالت لأختي اللي بدعنا قالت يعني اختلع الفيك ايش قالت لها قالت لها بنت قلت لها خرتي خرتي روحي لعند امك خليك روحي لعند امك ضبي بعملن يعني باي كامب مينا كامب مينا هو قريب عسلانيكي ايه كيف داني وحتى انا يلا ان شاء الله نشوفك بالمقابلة الثانية المقابلة الثانية الثانية سؤال بس بدي اسألك سؤال صغير يعني بيجوا هنا الحيوانات متوحشة؟ هيك كثير حياة يا دب احيانا بالخيام دب ذئاب دب
ضفدع ضفدع صعب الله عليك انا نشوفك كلب هيك كبير كبير يا مثل وحش فيلان فيه كمان شو وحش طيب يلا نشوفك ان شاء الله نعمل معك مقابله ثانيه باي باي سي يو تومورو يلا 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 جنة 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 سندريلا بيبي يدوتوني جنة لون بيتون انتم بيتفاري داموني مالا نطلع بيت فنيتا هدي مرابي لا جنت في بيت un mondo diverso ha fatto diverso